لازم اروح للنادي الاهلي وانجاز مقرر بالفوز بالبطوله الافريقيه. وانت في السنوات الاخيره اكثر من تولى تدريب النادي الاهلي سواء كمدير فني او مدرب عام او مدير للكره، النادي الاهلي وصل انجازاته، رايك في الانجاز الاخير يا كابتن حسام بالفوز بالبطوله الافريقيه؟ والله انا عاوز اكد حاجه يا كريم. فضل. النادي الاهلي يعني فعلا بياكد عظمته وبياكد اشياء كثيره يمكن النادي الاهلي يعني تعودنا من زمن بعيد ان النادي الاهلي دائما بيبقى في موضع البطولات والفائز وتحقيق البطولات وتحقيق الانجازات. لكن انا بقول يمكن المرحله الحاليه كريم بكل صدق، يعني انا عشت فتره طويله في النادي الاهلي وانا دايما قلبي مع النادي الاهلي وفكري مع النادي الاهلي سواء انا موجود او مش موجود. لكن فعلا الفتره الاخيره النادي الاهلي بيحقق انجازات عظيمه جدا. النادي الاهلي بيضيف لمرجعيات واسس النادي الاهلي في هذه المرحله. خلينا نتكلم بدون اي نفاق ان المرحله اللي تولى فيها الكابتن محمود الخطيب رئاسه النادي الاهلي يعني فعلا هي فتره اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. احنا عارفين ان النادي الاهلي له معايير وفي عظماء جم في النادي الاهلي تولوا الرئاسه زي كابتن حسن حمدي، كابتن صالح سليم، عبد الصالح الوحش، المهندس محمود طاهر، كتير مش عاوز انسى اسماء لان انا عشت المراحل دي الله يرحمه، الاستاذ كمان حافظ. ففي اسماء كبيره ودايما كان كل الاسماء دي بتضيف الى النادي الاهلي وبتحافظ على تقاليد النادي الاهلي. لكن المحافظه على تقاليد النادي الاهلي والاضافه ليها اعتقد هي المرحله اللي احنا عايشينها دي واللي موجود فيها كابتن محمود الخطيب. لان انا بصراحه انا شفت المجهود اللي بيبذل في الفتره الاخيره في كل شيء اداريا وبيأثر بشكل كبير على الناحيه الفنيه وبيخلي الجميع ملتزم. اعتقد ان دي مرحله اضافه والنادي الاهلي بيحقق انجازات كبيره جدا لجماهيره في المرحله دي، وانه يصل الى البطوله رقم 12 اعتقد ده انجاز انجاز انجاز. ونتمنى دايما ان شاء الله ان النادي الاهلي يبقى مصدر سعاده لجماهيره الكبيره ولمصر كلها، لان بالفعل احنا بنشوف الجميع بيشيد بالنادي الاهلي. صحيح. حتى الجماهير اللي ما بتشجعش النادي الاهلي بتشيد بالنادي الاهلي، فدي طبعا شيء طبعا ايجابي. بهني اللعيبه، بهني الجهاز الفني والجهاز الاداري، بهني الجماهير وبهني مجلس الاداره على الانجازات اللي بتحصل في النادي الاهلي. عظيم جدا.